تربويا اختتمت او اختتمت بالنيابات التعليميه التابعه لجهه اقليمي مواد نون انشغال الورشات التكوينيه حول الالعاب المستعمله في تدريس الرياضيات عالميا. ورشه تاتي في سياق تفعيل شراكه بين الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين واكاديميه علوم التربيه بمونريال الكنديه. حافظ محضار وعبد الرحيم حجي. أطر العديد من المؤسسات التعليمية بنيابة جهة إقليم مواد نونة قربوا خلال هذه الورشات التكوينية سبل إدماج بعض الألعاب في تدريس مادة الرياضيات ببعض المستويات التعليمية. ورشة تفعل تعاونا وشراكة مغربية كندية ترم أساسا تقاسم الخبرات والتجارب في مجال تدريس المواد العلمية من أجل الرفع من مستوى التعلم. كان عندنا واحد لقاء تربوي مع عميدة كلية علوم التربية بكندا، حاولت أنها تمرر لنا مجموعة من المعارف جديدة وتقنيات جديدة، من بينها تقنية تدريس بيداغوجيا اللعب في التدريس، يعني تقنية بيداغوجيا اللعب في التدريس، ودرنا معها مجموعة من الأنشطة، وحاولت أنا بدوري في يعني ناخذ كمثال واحد النموذج نشاط من بين هذوك الأنشطة، وحاولت انني نجسده مع التلامذه. الهدف من هذه الدوره التكوينيه هو تعزيز قدرات التلاميذ في ماده الرياضيات، وهذه الدوره تعمل على الا تكون هذه الماده حكرا على المدرسه، بل يجب مراجعتها ايضا في المنزل. هذه الايام التكوينيه توجت بتوقيع اتفاقيه للشراكه بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكلية علوم التربية بمونريال الكندية، شراكة تسعى إلى تشجيع التعاون العلمي والرفع من كفاءة التلاميذ في المواد العلمية.